اللي الحمد لله كيجي بالمناسبة ديال المناظرة الجهوية للتشغيل والتكوين اللي دعا لها صاحب الجلالة اللي الحمد لله اليوم في هذا اليوم الأول اللي دارت في المناظرة الجهوية كتعقد واحد الاتفاقية ما بين جوج واحد المقاولات اللي غادي يوفروا لنا أكثر من 800 منصب شغل في الميدان الخدمات. الجهة ساهمت ب 6000 درهم لكل وفر 6000 درهم لكل منصب شغل، يعني الآن دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء الوطن وخارج الوطن لأبناء الجالية المغربية المقيمين في الخارج أن كاين الدعم، كل الدعم من مجلس الجهة. كنشكروا السيد الوالي والمدير الجهوي للاستثمار اللي استقنعوا هذه المقاولة جوج باش يستثمروا في الجهة. اليوم الأسبوع الفارط كما لاحظتوا أن وقع تم تدشين ديال جوج وحدات صناعية كبرى اللي تقريبا غتشغل أكثر من 3000 منصب شغل واللي استفدوا من الدعم ديال الجهة. اللقاء في اطار المجهودات المبذوله من طرف السلطات الولائيه ومجلس الجهه الشرق من اجل تحفيز الاستثمار في قطاع الخدمات. واليوم تم التوقيع على جوج اتفاقيات. الاتفاقيه الاولى كتهم الانستالاسيون والتوطين ديال شركه او سي اسيورونس اللي كتشتغل في قطاع الخدمات، كما تم التدشين واعطاء انطلاقات الاشتغال لشركات النوتوريتي التي هي في قطاع الخدمات. اذا هذه اول انطلاقه لهذه المشاريع اللي غتمكن الجهه من اكتساب تقريبا واحد 800 منصب شغل. الهدف ديالنا هو جعل هذا القطاع قطاع واعد المنطقه الشرقيه، لما لا خلق وحدات اخرى لاستيطان شركات وخلق مناصب شغل. وشكرا.